عفوا، انا اول مره استفسر على تقديم الاخ علي للاستاذ جميل بين هو رئيس الاتحاد العراقي. ها. كتاب السيد وزير الشباب ينفي وجوده كرئيس الاتحاد العراقي. جيد، يعني جميل العبادي مو رئيس اتحاد في الوقت الحاضر حسب هامش القرار السيد الوزير. هذا اول حاله. تمام. ثانيا الاتهامات اللي اتهمني بها بشركه المرجان، انا كنت رئيس وفد مسافر مع فريق كره الطائره الى عمان. والمبلغ المستلم انا سافرت يوم 9 الى 13 رجعت من عمان. المبلغ المستلم من اللجنه الاولمبيه بتاريخ 11/10 بالوصل الفك المرقم 5059 في 11/10. نعم. لحد الان اللجنه الاولمبيه ومديرها المالي لم يرد جواب من هو المستلم. هذا الكتاب المستلم، هذا الكتاب المستلم. هذا الكتاب المستلم، انت مستلم بطوله سلطنه عمان. اخوان خلونا نصور هنا بس يصور الكتب بلا زحمه. هذا الكتاب ارسلت لك القائمه الموجود بها تحت بها الحساب، وهذا ارسلت لك اياها، وهذا الموجود هذا من الاخ. هذا استقدامك الى محكمه الجنح، هذا استقدامك الى محكمه الجنح والمحاكمه مالتك يوم 1/10. كتاب رسمي. انا اتكلم على الاستاذ علي وداعين اللجنه الاولمبيه والاتحاد العراقي وعلي صبحي المدير المفوض. زين خلي يكمل وسجل ملاحظاتك سيد جميل. حضرتك تفضل. تفضل الموجوده بها. نعم تفضل. وتاريخ سفري الموجود، لكن علاقته بالامين المالي للجنه الاولمبيه كتب هذا الجواب. السيد علاء خلف مدرب المنتخب الوطني واللاعبين، انا رئيس وفد داخل عمان. نعم. كيف استلمت المبلغ؟ وانما بدعوه من رئيس الاتحاد والاخ احمد صبري يزور الحقيقه. زين. راجعت محكمه النزاهه اني وطلعت الكفاله، وان شاء الله يوم 1/11 وانا متعهد ان اوصل للمحكمه وادلي باجابتي، وان شاء الله تطلع براءتي امام القانون. يعني هسه سيد احمد مهدي الجنابي طالع بكفاله، سيد جميل عزيز العبادي طالع بكفاله، شنو هذا مو اتحاد كلكم طالعين بكفاله. استدعتني محكمه النزاهه اتهام باطل واستدعتني محكمه زين. النزاهه اتهامك للسيد جميل العبادي بانه مزور شهاده اتهام باطل ام صحيح؟ لانه الوثائق اللي عرضها يقول انا دبلوم، عندي دبلوم. الشهايد الموجودة نشرت بالمواقع الإلكترونية. الشهايد فيصل صالح صاحبك. المواقع الإلكترونية وبالصحف وموجود الكتاب من تربية الناصرية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأن الشهادة مزورة. وفى تعهد القاضي بانتخابات المكتب التنفيذي قبل سنة وما لحد الآن ما رجع التعهد. أين كان من هذا الموجود؟ وهذا الأدلة اللي قدمها كلها مزورة. وهذا اللي قدمته اللجنة الأولمبية، هذا خلي يشوف المصور، هذا اللجنة الأولمبية اللي قدمته بين صحة الصدور الكتاب واتهاماتك باطلة ويحددها القضاء. هذا ما أنا أشك فيه، هذا اللي حددها القضاء. أنت شنو شك؟ أنت قاضي؟ كتاب تربية الناصرية أستاذ العزيز. هسه تخلص روحك يوم 1/11. تربية الناصرية. تخلص روحك يوم 1/11 هسه. ارسلت لك تربيه الناصريه. وهذا التبليغ مال القضاء موجود، تبلغنا القضاء ان شاء الله، وان شاء الله شوف ان شاء الله. اذا انت بريء الاتحاد. اذا انت البريء ان شاء الله الله يخرجك. المصارف الماليه استلمها من اشتراكات الانديه للاعوام الاربعه. هم سؤال مهم. انتظرني سيد احمد. 40 مليون. سيد احمد مهدي انتظرني. وين المبالغ الماليه يقول اللي استلمتها من اشتراكات الانديه خلال هذه السنوات؟ ما نزلت بحساب الاتحاد. اذا حساب واحد النادي في زمني انا رئيس الاتحاد طبعا اتحمل مسؤوليه امام القانون. هاي اولا. اللي ما مسدد المبالغ اللي ما مسددها للحسابات اللجنه الاولمبيه، اشتراكات الانديه ال14 وال15 وال16 وال17 وال18 خمس سنوات متتاليه لن يدخل هو امين مالي، لن يرسل اي الف دينار الى اللجنه الاولمبيه ولا الف ولا نهايه. هذا الكلام موجود واتحدى رئيس الاتحاد المخلوع اللي تكلم هذا الكلام بان جميع الانديه قاعد تسمعني،
مستلمه وصولات خد يثبت بان هو مدخل دينار. بس دقيقه سيد احمد عفوا، هي مو دفاعا عن الاستاذ جميل وانا وينكم بس اسمع سؤالي. كلمة المخلوع واعتراضك على انه مو رئيس اتحاد، انتم اتحاد مستقل، مو الوزير يقول هذا مو رئيس اتحاد، هذا وفقا للقانون ولك الحق ان ترد. يعني من حق وزير الشباب والرياضة يلغي عضوية رئيس اتحاد بكتاب؟ من خلال التحقيق القانونية والتحقيق معاه، ما طلع بدون حققه وياه، يقول لا حد دز علي ولا اللجنة. لا 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 لا، الوزارة واللجنة القانونية اللي ورفع أكرام رحيت وقانونية وقدمت ما يثبت. لا مش توجه هذا الكتاب، لا مو هذا الكلام اختلف. دقيقة سيد أحمد، دقيقة عفوا، رحت قلت لي لا دزوا علي. لا لا مو ما قلت لك ما دزوا علي، قلت لي الكتاب صدر من مو المفروض يخلوني دافع عن نفسي. الكتاب صدر لي أنا، صدر بعد ما نشره فيصل صالح، هو هذا دي يوصل له كلام. هاي وحدة اجت اللجنة، أنا رحت عليها، رحت يوم 17 قبل تشكيل اللجنة بأمر إداري زين، وأنا رحت عليه على دكتور أكرم وقدمت له ما يثبت. قلت له هذا بالنسبة له موضوع الشهادة حسب شكوته هو، هذا ما يثبت يحدد القضاء، وأنا مشتكي بالنزاهة على الكتاب اللي مزور. هذا الكتاب أنا أطعم به، لأن عندي أنت ليش القضاء